السلام عليكم يا جماعة، اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل بطاطس بإذن الله اللي هي البريمة، ما هتشوفوها معانا خطوة بخطوة، سهلة وسريعة وجميلة، العشاء أو نرجع الفطار. لكم تاني. ده احنا بنسلق. السلام عليكم يا جماعة، رجعنا لكم تاني. بنعمل دلوقتي البصل اهو على الطاسة. البصل ده عبارة عن فيه طبعا معلقة زبدة، وادي بصل وفلفل مطحون، كلهم مطحونين في الكبة، وهنحط طبعا ملح وفلفل اسود وشوية زعتر، بس لما يصفر شوية البصل. هنرجع لكم تاني. السلام عليكم يا جماعه، رجعنا لكم تاني. ادي البطاطس اللي قلنا لكم عليها، بنحط معاها معلقه زبده او معلقه سمنه اللي انتوا بتحبوه، وهي سخنه وهي سخنه هيسيح فيها السمنه او الزبده لان هي سخنه اهي. بس هنا احنا حاطين لهم، نحط معاها كمان مجموعه التوابل دي، عباره عن توابل بصل بودر وتوم بودر وزعتر وفلفل اسمر وملح ومعلقه مرقه فوريه. نقلبه مع بعض كل الحاجات ده، توابل والزبده. معاوس الزبده صحت ازاي يا جماعه؟ ليه؟ عشان البطاطس سخنه وحلوه. ما حطينا عليها البصلايه المفرومه وقرن الفلفل اللي قلنا عليه وتومتين مهروسين، كل ده في الكبه، وبنحطهم على معلقه زبده وبنشوحهم بسيط خالص. كل الكلام اللي احنا شايفينه ده حط عليه حبه البيض، بيضتين كده، لان يعني بيخلوا برده جزء عشان ده بيتحط على وش البريمه بتاعتنا، صينيه بريمه اللي عندكم، واحد حر في اللي بيحبوه يعني. شايفين يا جماعه كل الخليط ده بيتقلب مع بعضه، قلبوه كويس قوي. ايوه هنقلبه ونحطهم في البريم كده ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني يا حبايبنا. بنحط في البرامات الصغيره دي اللي احنا شايفينها، واللي عنده صينيه مره واحده بيحطها، فانا بحطها زي كانها مكرونه بشاميل. بغلي في الجزء الاولاني تحت كده زي ما احنا هنشوفه مع بعضينا. وعندنا حته فراخ كده كانت موجوده في الفريزر، بنحطوها عليها كده زي ما احنا شايفينها. أكلة جميلة السلام عليكم يا جماعة، رجعنا لكم تاني. البريمات اللي قلت لكم عليها بالبطاطس اهي قدامكم حلوة. بنحط البيض على الوش بعد ما تحط رق الاول، ولو عندك حته لحمه في ما عندكمش مش مشكله. حط كل البطاطس وحته البيض على الوش كده والجبنه. اوعى تنسوا يا جماعه الاشتراكات الحلوه بتاعتكم ها واللايكات، وربنا ما يحرمناش منكم. نحطهم في الفرن ونرجع لكم تاني. اهو يا جماعه في الفرن اهو، دي مراحل التسويه شويه كده وهنطلعهم تاني، يعني بس ياخدوا وش على النار. نرجع لكم تاني. السلام عليكم يا جماعه، رجعنا لكم تاني. ادي البطاطس طلعناهم تاني قدامكم بعد ما خلصوا من الفرن. ما تنسوش يا جماعه اشتراكاتكم الحلوه واللايكات وتفعيل الجرس. شكرا.